السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة رابعة ابتدائي الجيل الثاني. في فيديو اليوم سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بحل صفحة 65 لاباج 65. إذا سنبدأ على بركة الله، فقط قبل أن نبدأ حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Je lis et je comprends، معناها أنا أقرأ ثم أفهم. هنا عندي لا بارتي ا من لا باج 65. لي لو تيكست، اقرا النص. اذا تبعوا معايا هاد لو تيكست يا تلاميذ، باسكو راح نقراوه مع بعض وراح نفهموه مع بعض. او غالا سيتي لو بلو غران مومون دو لاني، نو نو غرانديون او غالا سورتو بور ريكوبيري لي جوي اي ان بو بور اسيستي ا لا فيت فوار لي ماجيسيان لي كلون اي رير des jeux sur la scène. Cette année-là avait été particulière. La nuit froide de l'hiver était tombée très tôt et nous n'avions pas les chaussures qu'il fallait. Alors, au gala. يعني هذه حفلة راحوا ليها مجموعة من الأولاد وراهم يحكيوا لنا في هذه القصة. C'était le plus grand moment de l'année. يعني إنه حدث كبير في هذه السنة. L'année هي السنة. Moment هو الحدث، grand هو كبير. C'était le plus grand moment de l'année. إنه حدث كبير في هذه السنة. Nous nous rendions au gala. نحن ذهبنا إلى gala، يعني مهرجان اسمه هكا. Surtout pour récupérer les jouets. يعني خصوصا لأجل، يعني باش يرجعوا للألعاب، يعني باش يشريوا الألعاب إلى غير ذلك. Un peu pour assister à la fête. يعني وشوية باه نقعدو نحضرو هذيك الحفلة اللي هو مهرجان. فوار لي ماجيسيان، لي ماجيسيان هما الساحرين كما راكم تلاحظوا، كما هذا الساحر اللي راهو هنايا. لي كلون هما المهرجين كما هادو لي دو. اي غير دي جو سور لا سين، مجموعة مضحكة في المنصة او على المنصة. سات اني لا، في هذا العام. افي تي بارتيكولير، يعني هذا العام كان الصيف خاصا. لا نوي فخواد دو ليفير ايتي طومبي تري تو، الليل. لا نوي هو الليل، فخواد بارد، ليفير هو الشتاء. لا نوي فخواد دو ليفير ايتي طومبي تري تو، يعني الشتاء جاء هذا العام مبكرا. اي نو نافيون با لي شوسور كول فالي، معناها ما عندناش الاحذيه. نفهم لي شوسور هما الاحذيه. تري بيان، répète avec moi. يا تلاميذ راح نقرا لو تيكست ببطء وراح نتعاودوا ورايا. C'était le plus grand moment de l'année. Nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête, voir les magiciens, les clowns et rire des jeux sur la scène. Cette année-là avait été particulière. La nuit froide de l'hiver était tombée très tôt et nous n'avions pas les chaussures qu'il fallait. Et donc, nous allons commencer avec les questions qui concernent le texte. Et donc, première question, regarde le dessin et réponds aux questions. Ou chahidou arrosoumet thumma ujibou ani assouel ou l'asila. لاحظوا هذه الصورة يا تلاميذ. إذا عندنا هنا سيتان ماجيسيان، يعني ساحر، وهنا عندنا اثنان من المهرجين. المهرج اسمه كلون. لي كلون هنا عندنا لي كلون، وهنا عندنا لو ماجيسيان. يعني هزوا هذه الكلمات يا تلاميذ راح يساعدوكم باش تفهموا لو تيكست تاعكم. لو ماجيسيان هو الساحر، لي كلون هما المهرجين. بروميير كيستيون، واش يقول؟ C'est le plus grand moment de l'année. Pourquoi? إنه حدث كبير هذه السنة. Pourquoi؟ معناها لماذا؟ إذا راح نقرأ le texte وراح نشوف la réponse في le texte. C'était le plus grand moment de l'année. وهنا point. Nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête. إذا هذه هي الإجابة يا تلاميذ. إذا واش نجاوبوا؟ C'est le plus grand moment de l'année parce que نكتبوا parce que نكتبوا هاي
parce que ونبداو نكتبوا الاجابه منا nous nous rendions au gala surtout pour récupérer les jouets et un peu pour assister à la fête حتى نوصلوا لهاد الفيرغول يعني هادي منا حتى الفيرغول راهي اجابه يعني هادي وهادي حتى للفيرغول هذه هي الاجابه تاع السؤال الاول السؤال الثاني كي فوا اون سور لا سين فوا معناها يشاهد اذا ماذا كان يشاهد على المنصه لا سين هي المنصه اذا راح نحوسوا على الاجابه في النص نحوسوا على فوا ولا فوار يعني اشاهد اذا ها هي تلاميذ فوار لي ماجيسيان لي كلون اي غير دي جو سور لا سين حتى للنقطه اذا هذه هي الاجابه يعني شاهد الساحرين والمهرجين والمضحكين على المنصه اذا هذه هي الاجابه تاعنا حتى لهاد النقطه جيد ناخذ دوزيام اكزرسيس دون لو كونترير دي دو ادجكتيف سولينيي لو كونترير يا تلاميذ هو ضد لي ادجكتيف هما الصفات اعطي ضد الصفتين اللي مسطرت لكم عليهم سولينيي يعني اللي مسطرين لكم عليهم اذا بروميير فراز لا نوي فرواد دوزيام فراز لا غروند فات الليلة الباردة لا غروند فات الحفلة الكبيرة اذا فرواد معناها باردة غروند معناها كبيرة اذا حنا راح نكتبوا لو كونترير معناها الضد تاع كلمة فرواد وضد تاع كلمة غروند فرواد لو كونترير تاعها اذا الضد تاعها يا تلاميذ شود معناها ساخن شود كيما راكم تلاحظوا لو كونترير تاع غروند بيتيت لو كونترير تاعها بيتيت معناها صغيرة غروند كبيرة بيتيت صغيرة تري بيان تلاميذ لا بارتي بي من لا باج 65 اذا هنا عندي هاد لي فراز ياسين اي ماجيد بريبار لا فيت Les garçons préparent la fête. إذن ياسين ومجيد يحضروا في الحفلة. Les garçons الذكور يحضرون في الحفلة. إذن لاحظوا هنا بلي راهم سطروا لي على ياسين ومجيد وداروا لي تحتها لو برونون بيرسونيل il avec s. إذن je remplace le sujet par un pronom personnel il. يعني عوضنا هنا السوجي تاعنا بالضمير il avec s. هنا لي غارسون ايضا عوضناها بالضمير il avec s. اذا هنا يا تلاميذ راكم رايحين تعوضوا السوجي تاعكم بالضمير il avec s. كاينه ملاحظه جد مهمه هنا يا تلاميذ ياسين ايماجيد هنا لاحظوا بلي راهم زوج يعني في اللغه العربيه راكم رايحين تقولوا مثنى لكن في اللغه الفرنسيه ما كانش حاجه زوج في الفرنسيه كاين المفرد وكاين الجمع في الفرنسيه ما كانش حاجه مثنى كاين سينغولير وكاين البلوريال remplace le sujet de la phrase par le pronom il avec s. Pendant la fête, أثناء الحفلة, les clowns plaisantent avec les enfants. Les clowns هما المهرجين. إذن هنا وش راح ندير؟ رايحة نحذف les clowns نحذفها ورايحة نكتب في بلاصتها il avec s. يعني كأنه قلت هم المهرجون عوضتها بالضمير هم il avec s. Très bien. Plaisante avec les enfants. Les parents sont contents. يعني الأولياء أو الآباء فرحون. Les parents أيضا. C'est un sujet. رايحة نحذفها. Il avec S. Youssef et Yassine jouent et s'amusent avec les magiciens. يعني يوسف وياسين راهم يلعبوا ويستمتعوا مع السحرة مع الساحرين. إذا هنا أيضا رايحة نحذف يوسف. اي ياسين ورايحه نعوضها ايضا بالضمير il avec s très bien les enfants dansent de joie les enfants هما الاولاد ايضا حنعوضها ب il avec s يرقصون بفرح كالبال جورني ما اجمل هذا اليوم هنا من هدف من هذا الدرس حبوا يبينوا لكم باللي السوجي يقدر يجي اللي والكلمه اللي معاها ايضا اللي والكلمه اللي معاها يقدر يجي اسم واسم وراه وبيناتهم يكون عندكم يعني حرف عطف اللي هو وا اي معناها وا ولا ايضا هنا لي زونفون
هنا الهدف من هذا التمرين حب تقدروا تعوضوا سوجي كيعود في البلوريال بالضمير إل أفيك إس. البلوريال يقدر يجي كما تلاحظوا هنا باللي والكلمة تاعكم تخلص بالإس، كما هنا لي والكلمة تخلص بالإس، لي والكلمة تخلص بالإس، لكن أيضا يقدر يجي اثنين أسامي مع بعضهم. كي نقول أنا يوسف إي ياسين راني في البلوريال أيضا، كما قلت لكم ما كانش في الفرنسية المثنى، كاين فقط البلوريال. إذا هذا هو الهدف من هاد لا بارتي. إذا نروحوا لا بارتي سي لي لا فراز، اقرأ الجملة. إلا شات أن ليفغ، هو يشتري كتابا. نسطرنا على أن ليفغ وكتبوا كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو سي او دي. لازم تكونوا على بالكم يا تلاميذ باللي الفرنسية أيضا فيها المفعول به، السي او دي هو المفعول به. إذا كومبليمون دوبجي ديريكت نسطروا عليها ونكتبوا سي او دي. نروحو هنا للكيستيون كي فون لي زامي. كومبليت لي فراز افيك لي مو سويفون، اكمل الجملة بالكلمات التالية. لو سون ديفوار هيستوار، لو سون هو الدرس، ديفوار هما الفروض. لاحظوا هنا راهي تخلص بالاس الفروض، هيستوار هي القصة. اميغا في سي، لاحظوا هنا عندي ديتيرمينون بوسيسيف راهو في البلوريال. اذا واش نخير؟ نخير لو سون ولا ديفوار ولا هيستوار؟ ديفوار، ديفوار. ياسين لي اون، ياسين يقرا اون اون هيستوار، ياسين يقرا اون هيستوار قصه. ماجد ريفيز سا سا لو سون الدرس de français درس الفرنسية. لا بارتي دي اكري دون طون كاي، اكتب على كراسيك. لاحظوا هنا في هذا التريونغل عندي هنا تيغي وعندي هنا مكتوبه دو بوين. اذا المثلثات هادو ايضا راهم داخلين في الدرس يا تلاميذ، لازم عليكم تعرفوا واش كيف نقولوا المطه بالفرنسيه وكيف نقولوا نقطتين بالفرنسيه. المطه هي تيغي والنقطتين هما دو بوين. اذا هادو نستعملوهم في الكتابه لما نكتبوا باغ اكزومبل الحوار لو ديالوغ انا رايحين نستعملو دو بوين، لما نكتبوا دي فراز انا رايحين نستعملو دي تيغي. رايحين نقراو هذه الجمله. ماجيد سي لو 5 جويي، سي لو 5 جويي. لينا وي سي لا فيت دو لانديبوندونس دو نوتر بي لالجيري. ماجيد لاحظوا هنا رانا رايحين نخيرو، واش نخيرو؟ نخيرو دو بوان ولا تيغي ولا لي غيومي؟ لي غيومي هما الحاضنتين كما راكم تلاحظوا. اذا هنا رايحين نخيرو دو بوان، رايحين نكتبو ماجيد، نكتبو دو بوان نقطتين، ونكتبو سي لو 5 جويي ونديرو علامه استفهام. من بعد عندنا لينا، لينا وي سي لا فيت دو لانديبوندونس دو نوتر بي لالجيري. إذا راح نكتبو بعدها لينا نعملو نقطتين، نكتبو وي نعم سي لا فيت، إنه عيد دو لانديبوندونس عيد الاستقلال دو نوتر بي لالجيري لبلادنا الجزائر. إذا وهكا يا تلاميذ وكذلك الأمهات اللي راهم يتبعو فينا، نكونو حلينا لاباج 65 بالليفر دو فرونسي 4 اني بريمير. اذا اردتم وصول جميع الفيديوهات التي تخص حلول هذا الكتاب باذن الله تعالى حاولوا الاشتراك في القناه، اي استفسار اتركوه لي في التعليق، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.